إذا نستمر بالمناقشة شبابنا، وهذه المناقشة مهمة جدا جدا، حالات وظروف سقوط المركبات الكونية، أيضا ما نزال بالأسبوع الثاني، وأسقطت المركبات الكونية حقيقة خاصة بالقرن الماضي، وتم الكشف على حالات كثيرة من هذه السقوطات، قسم من هذه الحالات أخفيت تحت السرية التامة، بس مش الآن، الآن يعني بدأت تنكشف المعلومات. في القرن الماضي إخواني وأخواتي، خاصة من فترة الأربعينيات وصاعدا، شهد العالم سقوط مركبات كونية، وهناك هذه الحادثة المميزة، الحادثة الشهيرة اللي أيضا هي بصحراء، هي هاي المنطقة بصحراء نيو مكسيكو، بس هي هذه الحادثة اشتهرت كثيرا، كتبت حولها وثائقيات وكتب وندوات، يعني سميت بحادثة روزويل، هي المنطقة اسمها روزويل، وسقطت مركبة كونية في عام 1947، و يعني من هذا الحدث الكبير هي بدأت الحالات تكشف حول سقوط المركبات الكونية، بس هي هاي حالة مميزة جدا جدا جدا. وأيضا اكتشفوا يعني هناك كائنات كونية عثروا عليها بالمناسبة، مبعثرة تقريبا أجسادهم في الأرض، ما عدا واحد كان ما يزال باقي على قيد الحياة، ويشبهون الرماديين. هي هذه الحادثة جدا مميزة. فبالبداية تم إخفاء هذه الحادثة، التغطية عليها، بس بعدين كما وضحت انكشفت الأمور، حيث كتبت كتب ونشرت وثائقيات ومحاضرات حول هذه الحادثة الشهيرة. ثم توالت هذه الظروف بصورة مستمرة. ما هي الأسباب؟ فإذا ناقشنا احنا بالمناسبة بهذا اللقاء الأسباب، ها؟ يعني لماذا تم إسقاط هذه المركبات الكونية؟ ناقشناها. الآن السؤال المهم، هذا السؤال نناقشه معاكم، على الرغم من أن هذه المركبات الكونية فهي آتية من كواكب أخرى، هذا يقال كثيرا، يعني موجود، يعني هذا السؤال يقولون، نناقشه معاكم، يقولون طيب، ما هو إذا هذه المركبات الكونية متطورة جدا، ها، والكائنات اللي تقود المركبة الكونية متطورة جدا، وتتميز بتطور تكنولوجي عالي، إذا كيف يعني الحضارة البشرية، ها، البشر يسقطون هاي المركبات الكونية بالأرض؟ كيف هذا الأمر؟ فنشرت فرضيات وآراء، منها من المعتمد من هذه النظريات والفرضيات أن الدولة العميقة صممت أجهزة معتمدة على اكتشافات تسلا بتفعيل يعني تقريبا نقول بتفعيل ما يسمى بالسكيلر ويفز، ها، موجات السكيلر، هاي موجات عالية. يعني قسم من الفرضيات انه الدولة العميقة، اكرر، بنت أجهزة، ها، أجهزة متطورة تقوم بإسقاط مركبات كونية. الآن أريد أن أناقشكم بهذا الموضوع، نناقش، يعني احنا لازم نناقش هذا الأمر. هي مش أي مركبة يعني تظهر بسماء الأرض يسقطوها، لا، هم ما قدروا، بس أنا باعتقادي قليل جدا أسقطت قدروا عليها. أعتقد يقال من ضمن البحوث اللي قرأتها، ما أعرف، أعتقد 100 حالة تقريبا، يعني بهالعدد، ممكن 90، 100، يعني كل هذا التأريخ ممكن نقول بحدود، ما يعني ما نقدر نقول 100 حالة، بس ممكن 90، 80، 100، يعني يتراوح هيك 130، 120،
بهالرينج بهالمدى. وممكن أيضا النظرية الأخرى أنه يعني النظرية الأخرى يقولون أنه هذه المركبات الكونية لأنها مصممة من قبل كائنات كونية، فليس يشترط أن التصميم يكون عالي جدا، يعني المركبة ممكن أيضا يعني يسقطوها لأن المركبة محدودة بالتصميم، يعني مش أنه عندما نسمع نعم كائنات عليا بمعنى هم واصلين بالصناعة العالية جدا. You see؟ ها؟ معانا شبابنا بهذا الأمر؟ إذن هذا الاحتمال الثاني، وممكن هو الاحتمال الثاني والاحتمال الأول يدمج معا. تمام؟ اعتقادي آني أيضا نضع الاحتمال الثالث أن هاي المركبات الكونية اللي تم إسقاطها آتية من كواكب قريبة وليست ذات تقنيات عالية جدا. ها؟ الاحتمال الثالث يعني نقول أنه آتية من كواكب قريبة لكن تصاميمها ليست بتقنيات عالية جدا. ممكن أعتقد قيل أيضا، خل أشارككم بالله هذا المفهوم. أعتقد أنا سمعت أو قرأت أنه لاحظوا أكو فكرة أخرى مهمة، بس هذه سمعتها قرأتها في مكان ما تقريبا. يقال أن هناك أجهزة هذه الأرض، ها؟ أعتقد هكذا، أن هناك أجهزة يعني هي تابعة للدولة العميقة هاي الأجهزة، وهذه منتشرة حول الأرض، ها نفترض هذا الجهاز، وهذا الجهاز هذا الجهاز وياي، خلينا نقول جهاز مراقبة. هاي أنا سمعتها أشاركها معاكم، وإن هذه المركبة نفترض هذه مركبة آتية، تمام ويانا، خلينا شوي نصغرها يعني. وهذه الأجهزة عالية بالتطور، بحيث هذه الأجهزة يعني هاي مش موجودة بالأرض، هذه حول الأرض، فهي تقوم بإسقاط هذه المركبة وبعدها المركبة كأنها تسقط إلى الأرض. بس إحنا هذا الجزء يعني نصغره ويانا كفكرة، يعني أقصد نعطيه شوية تصغير، يعني هذه سمعتها هيك قرأتها في مكان معين. تقريبا هناك أيضا اعتقادي الآخر أنه في الأرض، ننتبه إلى هذا، هناك أجهزة كشف، هذه أجهزة كشف، وأعتقد هذه ترسل باستمرار موجات، يعني ممكن كثيفة، ها؟ معايا شبابنا؟ تشاهدون الفكرة؟ تنشرها باستمرار، وممكن يعني كأنها عاملة شبكة، فممكن مركبة معينة ما تقدر تخترق هذه الموجات، فعندما تدخل فيها هاي المركبة الكونية، عندما تدخل فتتخلخل ويؤدي إلى سقوطها. ممكن أيضا هذا، بس أنا باعتقادي هذا جائز كثيرا، هذا النظام باعتقادي يعني جاي أشعر أن هذا
ممكن الأكثر احتمالية كيف يتم ممكن إسقاط المركبة. تمام؟ ها؟ نرجع. لماذا يتم إخفاء سقوط هذه المركبات الكونية وتغيير قصة السقوط؟ الجواب، يتم إخفاء سقوط هذه المركبات الكونية بالطبع. ما هو يعني شنو الدولة العميقة حتقول هناك مركبات كونية تزور الأرض؟ هم ما يريدون أصلا هذا الأمر أصلا. تمام؟ يعني هم يريدون يملكون الأرض الدولة العميقة. طيب حيقولون هناك كائنات كونية وتزور الأرض وهي ما راضية على المراكز النووية. تمام؟ وتريد توقف المراكز النووية، يعني يعلنوها للناس. إذا يعلنوها للناس الأديان تتوقف والنظام المالي يتغير والنظام السياسي كله يتغير. فهم بالطبع عليهم أن يقومون بإخفاء هذه السقوطات أو تغيير القصة. الآن تناول باحثين كثيرين هذا الموضوع، وأعتقد يعني هو هذا ممكن الوحيد من الخبراء اللي تناول الأمر بعمق. هو أعتقد يعني هناك خبراء آخرين، بس هذا الشخص يعني هو عمل أيضا مع المؤسسات العسكرية حتى أثيرت حوله الشبهات، تعرفون حقيقة يعني، بس هذا موضوع آخر. وهو معروف هذا يعني في بحوثه في مجالات الكشف عن سقوط المركبات الكونية، معروف جدا واعتمدت بحوثه كثيرا كثيرا، ليونارد سترينغفيلد. ووجدت كفيديو، أعتقد له فيديو واحد أو اثنين، عنده مؤتمر أعتقد أما بالثمانينيات أو السبعينيات يتحدث حول حالات هذه السقوطات، نسميها بالجمع سقوطات. ونناقش كتابه المهم تقارير في الكشف عن المركبات الكونية التي أسقطت. هو هذا بالحقيقة ليس كتاب، هذه مجاميع من التقارير جمعت على شكل كأنه كتاب، بس هي تقارير ها جمعت ووضحت. تمام؟ من هذه الشخصية الرائعة، يعني مجاميع من البحوث جمعت في كتب، مجلات، وثائق، حتى يوضح يعني القصص. وراح نتناول أيضا هو من هذا الكتاب أجزاء من الكتاب، بعض هذه القصص راح نناقش قصة مهمة بلقائنا اليوم. بس هو شخصية معتمدة كثيرا. وبعدها الباحثين الجدد، تمام، الذين اعتمدوا بحوث سترينغفيلد، هو مايكل شرت، معروف مايكل شرت جدا، عنده فيديوهات كثيرة جدا و يعني يوضح السقوطات بعمق، معروف هذا مايكل شرت، وهو اعتمد بحوث سترينغفيلد. فهذا الفيديو موجود في قناتنا كلام، ها، محاضرة مجموعة من يعني مما جمعها ها أو جمعه مايكل شرات لبعض السقوطات. بهذا الفيديو مشاريع سرية مركبات كونية بصناعة بشرية أعتقد، بس هو يوضح أعتقد هو بهذا الفيديو أيضا. كيف تم إسقاط هذه المركبات؟ قسم منها يعني يوضح بوثائق. فإذا الطالب في هذا الأسبوع يشاهد هذا الفيديو يأخذ فكرة على ظروف إسقاط هذه المركبات الكونية ويانا. فإذا الكل معانا، راح نناقش إذا قصة
من هذا الكتاب؟ UFO Crash Retrievals، تمام، اللي هو التقرير الثالث للباحث ليونارد سترينغفيلد. يلا، فبهذا التقرير يوضح شيء مهم، يقول انه هو بالتقرير مقسم الى صنفين، الصنف A والصنف B. ابقوا معايا شوية، بوصف حالة السقوط هناك صنفين، الصنف A والصنف B. الصنف A هم الناس الذين رأوا بعيونهم الحادثة، هذا الصنف A. والصنف B الذين لم يروا الحادثة وإنما سمعوها من شخص آخر. الصنف B لم يروا الحادثة، الصنف A عاش الحادثة، رأى يعني هناك مركبة كونية أسقطت وأخبر بها، هذا الصنف A. الصنف B الشخص الثاني، كأنه نقل ما سمعه من الصنف A. أكرر، الصنف B الذي نقل ما سمعه، يعني هو لم يحضر الحادثة، تمام. فهذه الحادثة نشرت، هناك مجلة معروفة هذه بالكائنات الكونية اسمها MUFON، فهي تنشر التقارير والبحوث، بس هي هذه مختصر، يعني المختصر بتاعها مفن، فهي المفن هي مجلة توثق، يعني هو تاريخ هذه الكائنات الكونية والمركبات الكونية مفن. فهناك فيها تقارير حول هذه الحادثة اللي وضحها سترينغفيلد، تمام، وفيها صنفين، الصنف A اللي شهد الحادثة والصنف B اللي لم يشهد الحادثة لكن نقل الحادثة من شخص آخر، ماشي، تمام. هذا مهم يعني حقيقة، شوية تتعرفون على هذا الأمر. يعني الآن الصنف A الشخص اللي حضر الحالة، اللي شاهد مركبة كونية أسقطت، وسترينغفيلد ما يعطي الاسم بتاعه، يعني يسميهم بأسماء رمزية بحرفين. فعندما تقرؤون كيس A، إذا A يعني الصنف A، يعني هو اللي شهد الحالة، من هو هذا اللي شهد الحالة؟ فاسمه ما يعطي الاسم الكامل، الرمز HJ، وهو متقاعد خدم بالجيش الأمريكي، هل معنى يعني، تمام، بس خلينا نمشي فيها، بس هو الصنف A، هذا شهد الحالة اللي يخبرنا بها الصنف A. فالصنف A التقت به سيدة، من هو الصنف A؟ اسمه HJ اللي هو رمز، ضابط أمريكي متقاعد اللي شهد الحالة. فالتقت به سيدة اسمها لويس كوكيك من بنسلفانيا، ما بعرف ماذا يقصد، يقول هي عضوة في PCUFOR، أي منظمة أو أي شركة أو أي مؤسسة، ما بعرف، بس على العموم فهي زارته في نوفمبر 1978، هذا الصنف أي، فقط أكرر رجاء، الصنف أي يعني شهد الحالة. فإذا السيدة لويس زارته في نوفمبر، في شهر نوفمبر 1978، وزارته مرة أخرى في عام 1980. يقول، وهذا قول الآن سترينغفيلد،
باحث مشهور جدا حقيقة يعني في بحوثه هالأمور هذه، فيقول: وكاهتمامي بالاستفسار والبحوث، ها، فالسيدة لويس أرسلت لي تقريرين، قالت: أريدك أن تدقق التقريرين معانا. فإذا لويس أرسلت تقريرين لسترينج فيلد بما أخبرها اتش جي، معاه أيضا سترينج فيلد نفسه يقول: في عام 1980 تكلمت بالهاتف مع اتش جي اللي هو صنف الاي، الصنف اي، وتكلم معاه عدة مرات، several times. أنا فقط يعني أترجم وأناقش. يقول: وأثناء المحادثات هناك بعض الانقطاعات، لأن هو كان يستلم علاجات، كان بالمستشفى، ها، والآن اتش جي يتحدث حول حادثة السقوط هذه. ماشي ويانا الآن؟ ها؟ ويانا؟ الكل أوكي أعتقد؟ الآن اتش جي، ننتبه الآن، هذا المتحدث شاهد الحالة، كان معاه شخص بالصنف بي، بس هذا مش معروف لسترينج فيلد، يعني سترينج فيلد ها لم يلتقي معه، هو التقى مع اتش جي، هذا الصنف اي، فالصنف اي اتش جي الضابط العسكري المتقاعد اللي شهد الحاله مع مجموعته يعني الجنود والعسكر، تمام، كانوا في دوريه في منطقه لويزيانا في صيف 1953، وفي الليل في هاي المنطقة في الليل شاهدوا، هو هنا شوفوا، مركبة كونية على شكل بيضة ساقطة، أسقطت أو ها ساقطة بالأرض ممددة على رمل. نعم، هذا الآن اتش جي هو اللي يتكلم، الصنف أي مباشرة، ويقول هنا: according to HJ، وطبقا لما يقوله HJ، فالسلطات authorities، تمام، أخبرت الصنف أي والصنف بي ها أنه يبقون في ذلك الموقع، موقع السقوط، أتى الإسعاف، ويعني المنطقة ها المنطقة حوصرت طوقت، وأتى الإسعاف وغيرها، تعرفون بعد مركبة كونية بالأرض. الآن اتش جي يقول، لاحظوا اتش جي ماذا يقول، يقول الآن هو اقترب بمقدار 15 قدم من المركبة الكونية، هو والجنود الآخرين، تمام معانا. أخبروهم بعدها أن يتراجعوا 100 قدم على العموم. الآن يوضح الجاي المركبة، يقول المركبة بدون شبابيك وبدون أضوية، and was surrounded by a fin-like protrusion،
يقول كأنها شكل المركبة محاطة شكل المركبة محاطة، صراحة أوضحها، محاطة بحواف، خلي أرسم تقريبا هكذا يعني يصف. يلا خلي روح للرسم أفضل، ها أحسن حتى نشوف. إذا اتش جي أمام المركبة اللي ساقطة شكلها بيضاوي، و من هذه الجهة، ها ويانا هذه الجهة، يعني يذكر كأنها، ما بعرف هيك نريد نوضحها، كأنه هناك ها مسننات، هو هذا مسننات معايا شوية الوصف، نوعا ما مسننات مغطاة بها المركبة، ها من الإكويتر، من هذا الجانب، بس هو لا يعني أنا لا أقصد تماما بهذا الشكل، بس هو كأنه مسنن وياي من أي جانب؟ من هذا الجانب، من الإكويتر هذا، يعني ممكن لو نعكسها ممكن يقصد هكذا. خلينا نشوف والله المسنن، بس لو تسمحوا لي خلي أديره هذا، عفوا بس أعطوني مجال. ممكن يكون هكذا، أو أعتقد إذا أديره هكذا ممكن يقصد هكذا، ها يعني هناك نقول تسنين، كأنه يعني ممكن بهالصفة، ها وممكن تكون أكثر من واحدة، ها يلا خلينا نسويها، هو هذا وصلنا لها، يعني ممكن انه يقصد، ممكن ما اعرف بهالشيء هذا، يو سي تقريبا، يعني هذه المجموعة هنا، بس هي قريبة تكون، اقصد يعني ممكن تكون قريبة هنا، ها من هذا السايد والسايد الاخر، على العموم احنا يعني هذا مش بالأهمية، بس اريد فقط اوضح، و ممكن ايضا بالسايد الاخر نقلبها، ها يلا ممكن هكذا تقريبا نوعا ما، تسنن من الاكويتر، رائع جدا، يلا نستمر، نرجع ايضا للكتاب، وهذا التسنن يقول كأنه ما يزال في يدور، still rotating، ها المساحة اللي أسقطت، المساحة يقول المساحة اللي فيها المركبة، تمام، كأنها أصبحت باودر، ها يعني رملية أكثر، لأن هي كانت حارة جدا، تمام، وعندما أسقطت مباشرة مهندسين الصيانة، بس اللي عندهم خبرة عالية، والأطباء وصلوا إلى الموقع، هو هذا مهم، أنا هذا اللي حقيقة يهمنا الآن، هسابي ممكن لحد الآن أوكي، يعني المركبة شكلها بيضاوي، ها ساقطة في مكان رملي،
بس المهم هنا هذا اللي يقوله مهم، وهذا الآن الصنف أي، يعني اللي شهد الحالة. فيقول الصنف أي، يقول أنه وصل المهندسين الصيانة ومعاهم الأطباء، بس أصحاب الخبرة العالية، ويقول أنه هناك جزء مفتوح بالمركبة من أحد جوانب المركبة، فهذا الفريق اللي هو مهندسين الصيانة والأطباء دخلوا منه فوهه. وبعدها بفترة رأى الصنف أي، رأى أن هناك طبيبين خرجوا من المركبة وحاملين كائن كوني واضعيه على ستريتشر، يعني السرير الطبي. ويانا يعني هكذا، يلا خلي أيضا نرسمها. أو موجودة هي بس نوضحها بالرسم أفضل. يلا شباب، فهنا طبيبين خرجوا من المركبة، خلينا نفترض، يلا يعني هذا خلينا نقول الطبيب الأول، هيك في رسم، خارجين من المركبة طبيبين، هذا الأول والثاني، و وحاملين ستريتشر السرير الطبي، وعليه متمدد واحد كائن كوني، يخرجوه من المركبة كائن كوني، تمام. وحتى تجدون يصفون بالكتاب يعطي شكل الرمادي. هم أريد أن أقول أغلب أو الكل تقريبا، ممكن نقول الكل حقيقة، كل الكائنات الكونية اللي عثروا عليها هم يشبهون الرماديين تقريبا. فهذا الكائن الأول حامليه على ستريتشر طبيبين، هذا الكلام من أحد الباحثين الرائعين جدا حقيقة، الموثوقين، يعني أقصد من يقدم هذه العروضات الوثائق. يلا نرجع، تمام. فإذا أوصلوه إلى سيارة إسعاف. الآن الشيء الأهم، يقول شاهد، هذا مهم السطر، هنا السطرين الأخيرين، ثلاثة كائنات كونية تمشي على ساقها، أخرجوها، ثلاث كائنات كونية، هذا صادم، كائنات كونية بالأرض، مركبة كونية أسقطت، كائن كوني نقلوه بسرير طبي إلى سيارة إسعاف، وثلاثة كائنات كونية يخرجوهم من المركبة يتمشون مع المساعدة، أقرأ هنا being aided by the medics، لأنه مصابين بالجروح. واحد منهم ما أعرف، واحد منهم من ذول الكائنات الكونية اللي كانوا يتمشون كأنه كان ينظر هنا وهناك، وأخرج صوت غريب. والمتحدث اللي هو صنف أي يقول كل اللي كنت أشاهده يعني صادم تقريبا هيك. تمام، وأطوالهم الكائنات الكونية، اتش جي يخبر، سترينغفيلد يخبر أنه أطوالهم الطول، يقول هم تقريبا 3.5 إلى 4 قدم بالطول الكائنات الكونية، وعندهم رفع، وعندما يتمشون، بالمناسبة هذا معروف عند الرماديين، عندما يتمشون
لا يتمشون مثل المشي بتاعنا، لأن يقول هنا كأنهم ما عندهم الركبة. انتبهوا، هذا الأمر مهم، ما عندهم كأنه الركبة. You see؟ يعني صلد، المشي بتاعهم صلد ببطء ممكن، وكأنه الانحناء، يعملون الانحناء يعملون الانحناءات، ها، من ينحني الكائن الكوني، ينحني من الحوض ليس من الركبة. يقول ومن وجهة نظره، يعني اتش جي، من وجهة نظر اتش جي، يقول لم يلاحظ يعني هناك ملامح واضحة في اليد، كأن أياديهم، ها، انتبهوا الآن، كأن أياديهم كأنهم يرتدون متنز. المتنز، أعرض لكم ما هو معنى المتنز، يعني أياديهم ما عندهم يعني صفة يد واضحة، لكن كأنهم يرتدون متنز. المتنز هذا، أنا حضرت هاي الصور، خلي أعرضها لكم. You see؟ ها؟ يعني اليد مش واضحة، كأنهم يرتدون متنز. هذا باللغة الإنجليزية المتن، هذا ما بعرف إيش نسميه بالعربي هذا. ها؟ هذا المتنز بالإنجليزي. تمام؟ يلا نرجع. حتى رأسهم يقول هنا عندهم رؤوس كبيرة، بس مش يعني فيها مقاطع. وهذا شيء مهم، يقول كأنه رؤوسهم مغطاة بقبعة. وهذا مدهش، يعني أريد أرسم هذا الرأس، وكيف يعني رأس الكائن، وكيف أن رأس الكائن مغطى بقبعة. هو هذا موجود بالمناسبة عندهم، اللي هو بهالشكل هذا. شباب دقيقة، هذا موجود عند الكائنات الكونية، أنه دائما نجد بالأرض رؤوسهم، ها، هذا رأس الكائن، وكأنه مغلف حقيقة بقبعة ممكن تكون مربعة. دائما هذه معروفة، فأعتقد أنه هذه القبعة، لأنه أجسامهم مش متلائمة مع مناخ الأرض. ها، بس هذا معروف، معروف يعني إذا تدخلون ببحوث يعني هاي الكائنات الكونية وإسقاط المركبات الكونية، تجدون أغلب أو قسم من الكائنات الكونية يرتدون ممكن هذه الأغلفة حول رؤوسهم. تمام؟ نرجع. الآن ملابسهم، ها، هذا مهم أيضا، يقول ملابسهم جدا تايت فيتنج، يعني جدا ملتصقة كأنه بالجسم، وكأنها، ها، كأنها از دول ميتاليك جرين. تمام، مطاطية حديدية خضراء بس ملتصقة كثيرا. You see؟ دول ميتاليك جرين. يقول بعدها اتش جي يوضح ان الذين من الكائنات الكونية بقوا على قيد الحياة ارسلوا الى مستشفى، تلاحظون، ووضعوا في عزلة، لكن بعدها توفوا. You see هنا، وأجسامهم المتوفية ارسلت الى مركز طبي آخر قريب من واشنطن. هكذا، يو سي، حقيقة تقريبا.
يعني بهذا الوصف اللي وضحوه. هذه الحادثة بالمناسبة متى حدثت؟ في صيف 1953 في منطقة لويزيانا قرب مخيم ما بعرف اسمه، كامب بولك، صيف 1953. فإذا أربع كائنات كونية، مركبة بيضاوية الشكل، أربع كائنات كونية، واحد منهم حملوه بسرير طبي، وثلاثة يتمشون ونقلوا إلى مستشفى وبعدها توفوا، وأجسامهم المتوفية نقلت إلى مركز طبي آخر قريب من واشنطن. يعني هذا ملخص ممكن للحادثة، بس حادثة مهمة جدا هذه. يعني تعرفون أقصد من خلال هذه البحوث أن هناك كائنات كونية يعني كانت ما تزال على قيد الحياة وتعاملت مع البشر، نقلت إلى مستشفيات موجودة، يعني كائنات كونية آتية من كواكب أخرى. فهذه ممكن القصة، وهناك قصص أخرى أو وثائق أخرى أو وثائقيات أخرى لأحداث أخرى ممكن نتناولها أيضا من خلال بحوث سترينغفيلد في هذا المنهاج. أوكي شباب.